بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هناك سؤال طرحه بعض الإخوة ويقول: ما هو العيب في السلفية؟ ما هي مشكلة السلفية؟ أنا إجابتي: ليست هناك مشكلة في السلفية، فالسلفية غطاء عام لكل من يرى أن في سلف الأمة قدوة، فهي بهذا المعنى يشترك فيها كل الأفراد اللي مهتم الذين يعني ينظرون للدين باعتباره مرجعية. فبيننا وبين النصوص الشرعية الأصلية هو هذا المدى الزمني اللي فيه من هم أقدم منا من الناس، وهؤلاء يشكلون السلف، فالانتساب إليهم ليس مشكلة. لكن داخل هذه السلفية، داخل هذا الإطار اللي هو يشمل كل المسلمين، هناك طيف واسع من مناهج البحث المختلفة للاقتراب من النص الذي يقدسه الجميع. بعض هذه المدارس ظاهرية تماما، وبعضها مقاصدية بشكل كبير جدا، وهذه المساحة بين المقاصدية وبين التمسك النصي بالكذا تخلق هذا الطيف الواسع اللي مختلف. فالناس ليس هناك عيب في موضوع السلفية في حد ذاتها، لكن الناس عادة تعيب على طيف من هذه الأطياف الذي يرى أن التمسك بالماضي في أشكاله وصوره وعاداته وتقاليده هو طوق النجاة، وأنه لا سبيل أن نحن ندخل للعصر ونتعامل معه بما يكافئه من احتياجيات. فالدنيا تغيرت بشكل كبير جدا، كثير من القضايا التي كانت في الماضي لم تعد مناسبة للحاضر، وهذا يثقل كاهل الناس بأشياء غريبة جدا. طبعا في الحياة العادية لا تظهر هذه الإشكاليات بشكل كبير جدا، لكن مثلا في القضايا التي تتعلق فيها مصائر الأمم والعلاقات الدولية والاقتصاد والحرب والسلم، الخطأ فيها والتمسك بالماضي يقود إلى كوارث كبيرة جدا. فالناس لا تتكلم عن أصل الالتزام بالسلف، لكن تتكلم عن منهجيات معينة تلزم الناس في هذا العصر بأن يتقيدوا بالمظاهر التي كانت موجودة في عصر ما والتي لم يعد لها مكان في الواقع الذي نعيش فيه. فلا يمكن مثلا شخص يقول الآن احنا نترك السيارة ونركب الناقة، أو نخوض الحروب بالخيل ولا نخوض الحروب بالطائرات اللي موجودة. بهذا المعنى تصبح عندنا مشكلة أخرى. طيب يقول لك شخص: الناس لا تقول قاتلوا على الخيل، تقول قاتلوا بالطائرات. طيب إنتاج الطائرات وإنتاج الذخيرة والمدفعية، وهذا يحتاج إلى علوم ضخمة جدا وكبيرة جدا تدخلنا داخل دائرة العصر والدراسات العصرية. فإذا كان في مدرسة تقول إن الأصل دراسة العلوم الشرعية وعدم دراسة العلوم التطبيقية بمناهجها الحديثة، لن نستطيع أن ننتج الطائرة ولن نستطيع أن ننتج الدبابة. إذا داخل هذا الطيف الكبير جدا اللي مسمى السلفية هناك فئات افترت على هذه السلفية وأفقدتها معناها وحولتها على قيد على حركة الأمة وعلى تقدم الأمة. هذا الطيف الصغير هو الذي أحيانا يتهم بالجمود، أما بقية أفراد الأمة فكلهم سلفيون بهذا المعنى اللي هو الالتزام بالكتاب وبالسنة وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبصحابة الكرام، وخاصة منهم الصحابة الكبار الأوائل الذين قامت على أكتافهم قلعة الإسلام وحصونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.